السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. ظهور الأسطورة الكابتن محمود الخطيب مبهج مريح للأعصاب، بيروق الدم. لما تشوف الكابتن محمود الخطيب كده بهدوءه بدماثة خلقه، تحس ان انت كأنك خدت يعني قعدت مع طبيب نفسي كده وطلعت الشحنة السلبية اللي جواك وخدت نفس عميق وارتحت. سبحانك يا رب، هي حاجة من عند ربنا. قبول، القبول ده بتاع رب العالمين، يعني حب الأشخاص، ربنا حبه وربه حبب فيه خلقه. يعني حتى هاخدها من زاويتين، ظهور الكابتن محمود الخطيب عمل حاجتين وفي ناس استغلته لعبت بيه. على الوجه الاعلامي هاني حتحوت وابراهيم فايق، هاني حتحوت الفتره الاخيره كان في انتقاد كبير للكابتن سيد عبد الحفيظ على انه رد فعل لكثره بيانات النادي الاهلي، ودايما انا بقول ان في عدد كبير منها اللي هم بيسموها بيانات كان في اخبار منشورة على صفحات النادي الأهلي، البعض اعتبرها خطابات للهجوم على النادي، اعتبرها بيانات للهجوم على النادي الأهلي. فهاني حتحوت قلت قبل كده كابتن محمود الخطيب نادرا الظهور، أيهما أفضل؟ أطلع بيانات أعرف ناس الحقيقة أول بأول، ولا واحد يطلع يتجاوز؟ طب لما أنت انتقدت كثرة البيانات، هل انتقدت كثرة الظهور؟ وهل البيانات كانت أكثر من الظهور ولا الظهور أكثر بتاع أحد رؤساء الأندية اللي بيهاجموا؟ فهجوم على النادي الأهلي وإبراهيم فايق كلام، والتجميل الناحية التانية، والضرب في الناحية دي، والهجوم على الأهلي وإيه اللي بيحصل في الأهلي. أول ما ظهر الأسطورة الكابتن محمود الخطيب، الكل أنا بعتبرها كده يعتبر بيتمسح في الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب عنده كاريزما مش عند اي حد في مصر، مجرد طلته. لما هاني حتحوت وابراهيم فايق اتكلموا بشكل ايجابي عن ظهور الكابتن محمود الخطيب، فده بيحسن صورتهم بعض الشيء امام جماهير النادي الاهلي. ده هنيجي لتصريحات الاثنين دلوقتي عن ظهور الكابتن محمود الخطيب. فحتى هم بيستغلوا يعني هم الاثنين زملكاويه تقريبا، بيتكلموا وبيضربوا في النادي الاهلي وبيهاجموا النادي الاهلي وبينتقدوا النادي الاهلي وكل ما هو اهلاوي. حتى كمان سكوتهم عن انهم يقولوا الحق في بعض الاحيان في التجاوزات اللي بتحصل في حق النادي الاهلي، فيجمل لك الصوره. الله يا خطيب، هدوء يا خطيب، فيحاول يكسب بعض جماهير النادي الاهلي تاني. بعض جماهير النادي الاهلي اللي كانت دايما برضه، ده الجزء الثاني من كلام بعض جماهير النادي الاهلي اللي كانت غاضبه من الكابتن محمود الخطيب، والخطيب النهارده لما اتكلم قال لك الناس اللي بتقول الاداره النادي الاهلي ضعيفه، ده مش ضعف، النادي الاهلي قوي في الحق، النادي الاهلي في الحق صوته قوي، لكن النادي الاهلي عمره ما كان بذيء ولا فاحش ولا صليت اللسان ولا سباب. كلام الكابتن محمود الخطيب. معظم الاهلاويه بعد انتهاء حلقه او ظهور الكابتن محمود الخطيب تقريبا ساعه حسوا بفخر. هذا هو قيمة النادي الأهلي، هذا هو رمز النادي الأهلي، هذا هو أسطورة النادي الأهلي، هذا هو رئيس النادي الأهلي، وأنا أفتخر أنني أهلاوي وهذا رئيس النادي الذي أنا أشجعه. هكذا معظم الأهلاوية طلعوا بعد طلة الكابتن محمود الخطيب. أنت بتتباهى برئيس ناديك، هدوءه، سماحته، كلامه، حكمته، عدم تجاوزه. البعض ممكن لما تيجي تزنقه في النحزه في الناحيه دي بعض مشجعي المنافسين يقول لك لا والله رئيس النادي بتاعي لا يمثلني اخلاقه بتاعه. فانت نادي بطل، رئيس نادي محترم، قيم ومبادئ على حق. فاتمنى نغمه بقى الخطيب ضعيف وبعض جماهير النادي الاهلي اللي هو انت ما تتفشخرش قدام التانيين، تقول له انا بفخر ان انا اهلاوي ورئيس النادي الاهلي ده مثل خلقه. وبعد كده لما حد يسخنك ولا حد يكبر تقول والله لا لا الخطيب ضعيف والخطيب اضاع هيبه النادي الاهلي. انت عايز تفخر واضاع هيبه النادي الاهلي؟ اذا كنت انت بتفخر بالاهلي وبرئيس ناديك، ازاي ضيع هيبته؟ هو ده ضياع الهيبه؟ انت دايما وابدا لما واحد يقل ادبه باستمرار وانت ساكت، فدايما هيبتك في الصمت، هيبتك في الصمت. اول ما تتكلم وتبقى انت وهو سجال زي بعض،
تنزل من نظر اللي قدام. دايما زي ما بقول لك كده، مديت ايدك في الكل، يعني انت طول ما واحد عمال يشتمك وبتاع فالكل هيبك، الراجل ده لو اتصرف هيتكلم ازاي وهيمد ايده ازاي وممكن يخبط واحد يموت. لكن اول ما اتصرفت تصرف ما حصلش حاجه او هوشت او بتاع، الراجل ده تافه، الراجل ده تافه. فالنادي الاهلي بوقاره وباحترامه برئيس ناديه فخر لكل اهلاوي. طولت عليكم، تعالوا نشوف بقى الخطيب جمل ظهوره، جمل في محاوله هاني عتعوت وابراهيم فاني جملوا صورتهم ازاي. هاني عتعوت قال لك ايه؟ لمده 59 دقيقه كعادته الكابتن محمود الخطيب كان واثقا من نفسه ومحترما وراقيا وقال رايه وراي النادي الاهلي بكل هدوء، حتى في اثناء رده على المنتقدين او الخارجين عن النص او السبابين كما ذكرهم في خطابه على النادي الاهلي. قالت النادي الاهلي الرسميه كعادته واثقا من نفسه محترما محترما راقيا هكذا قال هاني حاتم. ابراهيم فايق قال لك ايه؟ الخطيب مفيش مره يطلع على التلفزيون الا وانت تشعر بالهدوء. هذا الرجل بشوش الوجه، حسن المظهر واللسان، دائما وابدا يحظى بهذا القبول الرباني وهذا الهدوء، وما زال يحظى بهذا المظهر والرونق. كلمتهم الجيده عن الكابتن محمود الخطيب بتكسب، هم بيكسبوا الجمهور النادي الاهلي، على الرغم ان هم ما بيجاملوش الخطيب ولا بيجاملوا النادي، بيقولوا حقيقه. لكن للاسف الشديد اوقات الخوف من بعض الناس بيجعل الاخرين ما يقولش كلمه حق، لكن بيحاول يتباهى ويقول هذا هو هاني حتحوت وابراهيم فاق، بيتباهوا الكابتن محمود الخطيب الاسطوره، مش بس على مستوى مصر، لا على مستوى العالم العربي كله، على المستوى الافريقي كله. لاعب بهذه المهارة، أسطورة في كرة القدم، أسطورة في كل شيء، في الاحترام والأخلاق. أتمنى كل هذه المقدمة اللي أنا اتكلمت فيها لجماهير النادي الأهلي تمسكوا بالخطيب، الخطيب اللي قال لك النادي الأهلي مش للبيع، وافهم بقى أنت، وتمسك بواحد يشرفك. شادي عيسى تعبان بيقول لك أكتر حاجة حزين عليها في تصريحات الكابتن الخطيب انه لم يعلن رفضه وغضبه مما يفعله علاء صادق، كان عندي امل انه يرفض اراء هذا الارهابي. علاء صادق ارهابي ليه؟ فجر ايه؟ ده الارهابي الحقيقي اللي بيمارس ارهاب فكري على الناس هو اخوك ابراهيم عيسى، اللي بيتجاوز في حق الصحابه ويتجاوز في حق رب العالمين، هو بيتكلم في القران بدون سند وبدون دليل. ها بلاش كده، ايه علاقة الكابتن الخطيب بعلاء صادق؟ وعلاء صادق شخص بيقول رأيه وبيقول قناعاته الشخصية. كابتن محمود الخطيب مش مسؤول عن تصرفات الآخرين، وإلا أنا كنت لومتك قلت لك يا أخي أنا كنت مستني منك تطلع تلوم بايدن ولا الدول الأوروبية على عدم إدانتهم الكيان الصهيوني واعتداءات على غزة. هل انت تملك السيطره او انت لك علاقه ببايدن اللي هو رئيس امريكا او رؤساء اوروبا يا شادعي؟ ايه منتهى السفاهه والغباء؟ الراجل يتكلم فيما يخصه، اتكلم عن النادي الذي يديره، هو ليس مسؤول عن اشخاص خارج البلاد، لكن انتوا عايزين تلبسوه. هو كلام بقى على صدى على هواء، اللي قال لك دخلت حاسب النوال، انا حاسبتكم على الافعال تخشوا السجون. انتوا لو حاسبتكم على الافعال والالفاظ والهجوم والتحريض تخشوا السجون. انتوا بقى بتفتشوا في نوايا الناس، ما قالش ان هو يبرأ من علاء صادق. هو اللي يقول ايه علاقته بعلاء صادق؟ ما انت عمال تهاتي مع علاء صادق، ها؟ وعلاء صادق يوم بعد التاني ها بيتكلم في حقائق قد اختلف معاه كثيرا. لكن في حقائق ما حدش ينكرها في كلام علاء صادق، والراجل بيتكلم كوره ما بيتكلمش سياسه. هل اللي بيحصل بالتحكيم؟ وهل خالد بيومي لما اقر بكل ما اقر به الاهلاويه من ظلم تحكيمي، هل ارهابي؟ هل خالد بيومي هارب؟ لا مش بعيد بكره تقولوا عليه هارب او ارهابي. نادي النصر السعودي بيرد على البيان اللي كان عمله ابو جبل بخصوص مقاضاه نادي النصر في المحكمه الرياضيه الدوليه الفيفا للحصول على عقده بالكامل. نادي النصر في بيان صحفي قال لك بناء على التساؤلات الاعلاميه التي وردت لاداره النادي النصر بخصوص الوضع القانوني والتعاقدي للحارس المصري محمد ابو جبل مع النادي، نوضح التالي. دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدا اعتبارا من 1/8/2022، وذلك بناء على المعلومات اللي قدمها اللاعب ووكيله بان عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31/7/2022.
بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بان اللاعب ليس حر التوقيع معلومات بينك وبين نفسك يا زميل، توقيع في التاريخ لا يملك التوقيع في التاريخ المذكور اعلاه، وانه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30/8. هنا بقى بيشتغل نادي النصر بطريقه الولو، قالولنا معلومات وردت الينا الولو، تم التواصل مع اللاعب وكيل شفهيا ثم كتابيا، وتم التلطم بتقديم ما يثبت ان اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بعقد اخر في ذلك التاريخ، الا انهم لم يقدموا اي شيء يثبت ذلك واصروا على ان المعلومات اللي قدموها صحيحه. بعد اعطاء اللاعب وكيله مهله كافيه لتعديل وضعه القانوني عبر عده اختيارات رسميه، وبعد مخاطبه الاتحاد المصري للتاكد من بعض المعلومات، اختارت إدارة نادي النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلا وليس له أي أثر قانوني. بناء على مين؟ وأنت أنت اللي قررت من نفسك؟ فسخت العقد يا طيب من طرف واحد، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية، مفيش أي مخالفة قانونية، الراجل في آخر 6 شهور من حقه يوقع على أي نادي يا أستاذنا، مخالفة قانونية، وده مش قانون الاتحاد المصري ده الفيفا، يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب مخالفة قانونية جسيمة وقدمها إدارة النصر الاسانيد المطبقه حسب القانون السويسري والتحديد الماده 28 من كود الالزام الذي سيتم الرجوع اليه اثناء التقاضي بعد الاعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي اسبينا ب 12 يوم. ارسل لنا محمد ابو جابر اختار اشار فيه انه وقع مخالصه مع نادي الزمالك وانه انهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30/8 انهاء مبكر، ويعتبر ذلك اعترافا ضمنيا ان ما تم تقديمه مسبقا المعلومات كانت غير صحيحه. الراجل قال لك هخلص نفسي انت ليك فيه، وبالفعل قبل 1/8 كان مخلص نفسه، يعني في 30 31 ساعه كان مخلص نفسه. اخيرا اكد نادي النصر ان ما ذكره اعلاميا عن مده العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحه، سيقدم النادي بدعوى امام الفيفا لاستعاده مبلغ 450 الف دولار تم دفعها مسبقا للاعب، ونؤكد على ان هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد ابو جبل، ونتفهم انه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية. محمد أبو كبل هياخد عقده وهو حاطط على رجل، حاطط رجل على رجل، هياخد عقده بالكامل وهو حاطط رجل على رجل. بدر بنوني اتكلم كلام رائع مع إبراهيم فايق بخصوص رحيله عن النادي الأهلي. بدر بنوني قال لك كان حلمي وأنا صغير كنت أكسب بطولة أفريقيا، وفي أول سنة مع النادي الأهلي حققت البطولة، وهو ده نادي البطولات. اتشرفت اني لبست تيشيرت النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي وعقليه اوروبيه. كل البطولات اللي حققتها مع الاهلي في نفس المكانه، بس حلمي كان يفوز بدوري ابطال افريقيا وحققته، وده من اغلى البطولات، وبعدها برونزيه كاس العالم للانديه. قال لك حسيت اني مش هبقى مفيد للنادي الاهلي الفتره المقبله، وقلت انهم لازم يستفيدوا بمكاني بالذات وانا لاعب اجنبي. وقال لك موقف هقوله لاول مره، لعبنا نهائي افريقيا مع كايزر تشيفز في المغرب، كان بعدها بيومين العيد الاضحى، وبعدها ماتش البنك الاهلي. قلت للكابتن سيد عبد الحفيظ عايد مع عيلتي، قال لي يومين وارجع، قال لي لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده في الاهلي. وفهمت ان ده تفكير نادي البطولات غير الاهلي، يكسب 10 افريقيا يقعد 10 سنين يحتفل، اي نادي تاني غير النادي الاهلي لو كسب افريقيا يقعد 10 سنين يحتفل، لكن الراجل قفل الباب وقال لك عندنا تاني يوم مباريات، ودي عقليه النادي الاهلي اللي مخليها رقم واحد في افريقيا. بدر بنون بيقول رسالة جماهير النادي الأهلي، الفريق بيمر بظروف صعبة، 5 سنين بيلعبوا من غير راحة، لازم الجماهير تقف جنب الفريق الفترة دي، الأهلي هو رقم واحد في أفريقيا. وقال أي كلمة هقولها في حق جماهير النادي الأهلي مش هتوفيهم حقهم، كان في حب وود بينا ودعمهم ليا وقت الكورونا، أتمنى أكون خليت صورتي حلوة قدامهم، ودائما الأهلي فوق الجميع. كلام رائع من بدر بنون في نهاية مشواره مع النادي الأهلي، وهذه هي العلاقة الرائعة الراقية التي دائما ما تنتهي بها في أي علاقة يكون طرفها النادي الأهلي. النادي الأهلي نادي محترم، والكل لازم يخرج يعترف بهذا، سواء مدربين أو لاعبين أو أي حد عمل مع النادي الأهلي. قائمة النادي الأهلي لمباراة الخلاص بقى بين الحد، مباريات اليوم مباراة الاتحاد السكندري، قائمة النادي الأهلي: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد فخري، محمد أحمد شرقية، محمد هاني، أحمد سيد عبد النبي، محمد أشرف، أليو ديانج، صلاح محسن، محمد محمود، برستاوي، لويس مكسوني، أحمد سيد غريب، محمد خليفة مصير، زياد طارق، محمد علي، ميسي، ميدو، نبيل. محمد علي لاعب جاي لسه سنه صغير، اتمنى نشوفه بكره يعني، لكن
التشكيله او القائمه الموجوده الحاليه زي ما قال الكابتن محمود الخطيب مش مطلوب من المدير الفني تحقيق نتائج، احنا عايزين نريح اللعيبه، عايزين نجرب اللعيبه المصابه، اللعيبه المجهده تريح، واللعيبه المصابه واللعيبه اللي ما خدتش فرص كتير. التشكيله او اللي انا شايفه من القائمه ان السوارز مش عايز يخسر، يعني بيحاول نلعب نكتشف لعيبه ناشئين ونجهز اللعيبه اللي كانوا غايبين ونحاول ما نخسرش ونحاول نحقق نتائج ايجابيه. كل التوفيق للنادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي لازم كلهم يكونوا ايد واحده خلف النادي الاهلي وخلف رئيس النادي الاهلي للحمايه والحفاظ على كيان النادي الاهلي. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم.